بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما أخذنا الجزء عن الفايلز، في حاجة مهمة جدا مرتبطة أو ريليتد بالموضوع اللي بنتكلم بيه، ألا وهي إيه؟ الدايركتوري والفايل مانجمنت، إزاي أدير الفايلز والفولدرز بتاعتي في لايبراري أو إس. بنستخدمها دايما في فكرة التعامل مع الملفات أو الفايلز أو الفولدرز. فببساطة جدا لو أنا جيت عملت كمان اكزامبل وجيت قلت خلاص أنا هبدأ أشتغل على امبورت، هي اسمها أو إس من أوبريتنج سيستم، يعني بتديني بقى شوية حاجات بقى مفيدة ممكن نستخدمها ونستغلها. يعني بعد ما هتلاقي امبورت ممكن أقول له أو إس دوت، هلاقي طبعا ميثودز كتير جدا ممكن نستغلها ونستخدمها في حاجات كتير. هناخد أشهر الحاجات، في حاجة اسمها get cwd. تمام، get cwd لو جينا عملنا لها print بتجيب لنا current location، current ايه؟ current directory او current location، current directory location، يعني انا موجود في انه folder دلوقتي. تمام، تعالى ايه نتست ده مع بعض. اقول له مثلا run، احنا رننا ايه 22، انا عايز ارن 23. تمام، قال لي انت دلوقتي الكرنت لوكيشن اللي انت شغال عليه، هتلاقي نفسك على سي يوزرز عادل دوكيمنت بروجكتس بايثون 105 وبايثون اكزامبلز. ده الفولدر دلوقتي اللي احنا متواجدين جواه واللي شغالين عليه يعني. تمام، هو ده الكرنت لوكيشن بتاعنا، ده الكرنت لوكيشن، ده شكل من الاشكال. طيب ممكن في نفس الوقت انا بقى محتاج اشوف الدايركتوري شغال فين، وبعدين اقول له طيب اخليك على الفولدر الفلاني وابدا اعمل كذا كذا. يعني بس حابب عايز اخليه يحول جوه فولدر معين ويشتغل عليه، او يعني مثلا انا برمي شويه ملفات فايلز وبعدين انا عايز افتح فولدر معين داخليا واقوم كاتب فيه شويه فايلز وارجع تاني للفولدر الخارجي واعمل مش عارف ايه. فازاي اتحرك ما بين الفولدرز؟ تمام، هاجي اللي اتحرك ما بين الفولدرز عندي حاجه تانيه اسمها او اس، هي بتعمل تشينجينج دايركتوري او بتحول الدايركتوري بتاعك. اقول له مش جيت بقى، انا المفروض المره دي اقول له تشينج داير. ايوه هو ده تشينج داير. تشينج دايركتوري بتقول له عايز تروح فين، يعني الفولدر انت هتشتغل عليه موجود فين، وبدي له الباث بتاع الفولدر اللي انا هشتغل عليه. تمام، وليكن مثلا على الدي انا اتخيل كده، ومثلا عادل كورسيس مثلا، معرفش في فولدر كده ولا لا، بس يعني وليكن. طبعا هو هيحاول يعمل تشينجينج الدايركتوري على الفولدر ده، وبعديها طبعا الامر دوت مش محتاج طباعه، لكن بعديها انا هقول له اطبع لي الكرنت لوكيشن بعد عمليه التشينجينج دايركتوري، انا غيرت الفولدر وريني الوقت انتهى العمليات فين، لان انا لما اخر الفولدر فين اللي هو الجيت سي دبليو دي، هي دي لو انت عملت اي حاجه هتكريت هنا، لو عملنا فايل هتكريت هنا، لو عملنا الى اخره. فقلت له ماشي، قال لي دلوقتي الدايركتور دلوقتي على الدي عادل كورسز مثلا. تمام، يبقى هو ده المكان دلوقتي اللي هو متواجد فيه عادل كورسز. ماشي، على الدي عادل كورسز. اتس اوكي، ماشي. انا ممكن دلوقتي اقدر اعمل اي عمليه، هتقدر ايه على العمليه على الـ على على الفولدر، هيبدا يمشي على الفولدر اللي انا فيه. يعني من ضمن الحاجات الشهيره برضو في الاو اس، احنا عرفنا ازاي نجيب الكرنت لوكيشن، ازاي نتشينج اللوكيشن نبقى شغالين على لوكيشن تاني، ازاي نليست اللي موجود في اللوكيشن. يعني لو قلت له ليست داير، ليست داير دي بتجيب لك كل اسماء الفولدرز في المكان الكرنت لوكيشن اللي انت واقف فيه، في الكرنت لوكيشن اللي انت واقف فيه. فاهم ازاي؟ فممكن نقول مثلا ايه ليست اوف دايركتوريز، طبعا بنستخدم دايما كلمه دايركتوريز بديله لكلمه فولدرز، يعني ان كرنت لوكيشن. تمام، قلت له اس دوت ليست داير على طول، وقلت له يلا رن الاكزامبل ده.
هتلاحظوا ايه مثلا؟ قال لي اه والله في اندرويد، كوتلين، في انجلر، في بيج داتا، مش عارف في سي شارب. بدا يجيب لي الفولدرز اللي موجوده، ايه اللي موجوده عندي، تمام، الفولدرز والفايلز اللي هي النهائيه، يعني الملفات النهائيه في نفس الفولدر. يبقى كده عمل لي ايه؟ ليست لمحتويات، يعني كده شفت محتويات الايه؟ محتويات الفولدر اللي انا متواجد فيه دلوقتي على طول مباشره، تمام، بالليست دي كده انا بس عرفت الفولدر فين. عايز انقل نفسي على الفولدر تاني، عايز اشوف ايه اللي جوه الفولدر ده اللي احنا اخدناه. ونكمل مع بعض شويه معلومات خفيفه كده عشان نبدا ان شاء الله ناخدها في التمارين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.